ربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. اليوم إن شاء الله نفتتح بحثا جديدا من أبحاث علم التجويد، وضمن أصول رواية الإمام قالون رحمة الله تعالى عليه. اليوم نتحدث عن مدخل لعلم الوقف والابتداء. نحن حينما تحدثنا عن مخارج الحروف وعن صفات الحروف الذاتية وصفات الحروف العرضية وما ينشأ عن تجاور الحروف، هناك نحن تحدثنا عن الحرف العربي. القرآن الكريم يتألف من آيات، وهذه الآيات تتكون من كلمات، وهذه الكلمات تتكون من حروف. فأصغر وحدة بنائية في القرآن الكريم هي الحرف. لهذا كان اعتناء علمائنا رحمهم الله بهذا الحرف، بحيث نخرج هذا الحرف من مخرجه ونعطي هذا الحرف صفاته كي لا يتحرف هذا الحرف، لأن هذا الحرف لو تحرف ولو تغير سيتغير معنى الكلمة، وإذا تغير معنى الكلمة سيتغير معنى الجملة والمعنى الذي أراده الله تعالى من هذه الآية التي أراد من خلالها أن يأمرنا أو ينهانا أو نحو هذا. فالكلمة القرآنية أصغر وحدة فيها هي الحرف، ونحن يعني في علم التجويد نتحدث عن هذا الحرف ونصون هذا الحرف كي لا يتبدل وكي لا يتغير. فحينما نقول مثلا كثير، هذه من الكثرة، فهي غير أن نقول كثير. كثير على زينة فعيل بمعنى مفعول، يعني كثير بمعنى مكسور، فهناك فرق بينهما. فبدل يعني أن نقول كثير هكذا، لابد أن نحرص وأن نخرج هذه الثاء من مخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا كي لا تتحرف هذه الكلمة وتتغير إلى معنى آخر. طيب، نحن هنا صنّا الكلمة القرآنية من أن يتغير معناها بأن أخرجنا الحروف من مخارجها وأعطينا للحروف صفاتها الذاتية وصفاتها العرضية. طيب، كيف نصون الجملة القرآنية من أن يتغير معناها؟ نصون الجملة القرآنية من أن يتغير معناها كأن تنسب كلمة من هذه الجملة إلى جملة أخرى بشيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو علم الوقف والابتداء. ولذلك حرص علماؤنا رحمهم الله على هذا العلم. ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه يقول في مقدمته: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. فهو هنا لم يقول بعد أن عرفت علم التجويد وجودت الحرف وأقمته فالأفضل لك والأحسن لك أن تتعلم علم الوقف والابتداء، لم يقل هذا، وإنما قال رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف لا بد، يعني واجب عليك أن تتعلم علم الوقف والابتداء، لأننا بعلم التجويد نحن صنّا الكلمة القرآنية من أن يتغير معناها، وبعلم الوقف والابتداء
نصون الجملة القرآنية من أن تنسب فيها كلمة إلى غير جملتها. هذا هو علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء هو علم بقواعد يعرف بها محال الوقف ومحال الابتداء، ما يصح منها وما لا يصح. من خلال هذا العلم نعرف هذه القواعد التي من خلالها نستطيع أن نعرف ما هي الكلمة التي يمكن أن نقف عليها، وما هي الكلمة التي لا ينبغي أن نقف عليها، ما يصح الوقف عليه وما لا يصح الوقف عليه. وثمرة هذا العلم هو أن نصون الجملة من أن تنسب فيها كلمة إلى غير جملتها. وقف خطيب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفود القبائل التي كانت تأتي، فوقف هذا الخطيب في قومه وخطب، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. ووقف هنا، ربما ضاق نفسه، الله أعلم. المهم أنه وقف هنا، هو أراد أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لكنه وقف على ومن يعصهما، هكذا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فهنا السامع يفهم من كلامه حينما وقف على هذه الكلمة لسبب ما، يفهم منه أن من يعصهما فقد رشد هو أيضا، لأنه في اللغة يقدر للثاني ما يقدر للأول. مثلا قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، وظلها هذه يقدر لها ما يقدر للأول، المعنى أكلها دائم وظلها دائم. فحينما سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف على هذه الكلمة، قال له: اجلس، بئس الخطيب أنت. فلابد للمتكلم وللمتحدث أن يعني يعرف أين يقف، لأن أحيانا بوقف كهذا يعطي معنى مغاير من المعنى الذي أردته وأردت أن تبينه للناس وتقوله للناس. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. لكن لا نقول ومن يعصهما ثم نقول فقد غوى، لأن هذه الثانية يقدر لها ما يقدر للأول. ومن أراد أن يتحدث في الناس يجب أن تكون عنده مكنة من اللغة، يعني وإلا يعني فليعتذر ولا يتكلم بين الناس، يعذر. ليس كل الناس يعني متحدثون، هناك من يجيد الحديث ويجيد الخطاب ويجيد الكلام في الناس أمام الجماهير، وبعضهم يعني لا يجيد، كل واحد شن أعطاه الله عز وجل. فهذا هو علم الوقف والابتداء. علم الوقف والابتداء من خلاله إن شاء الله سنعرف الكلمات التي يمكن أن نقف عليها والكلمات التي لا ينبغي أن نقف عليها، ما يصح من هذه الوقوف وما لا يصح من هذه الوقوف. وكما ذكرت لكم، فائدة هذا العلم هو أن نصون الجملة، الجملة القرآنية، الكلمات التي فيها، نصون هذه الكلمات ألا تنسب هذه الكلمة إلى غير جملتها. نحن في التجويد درسنا الحرف ودرسنا الكلمة، لا نريد الكلمات تتحرف وتتغير ككلمة كثير كثير. لاحظوا، حرف غير الكلمة، عسى عصى حرف غير الكلمة. فهذا نحن يعني اعتنينا به في تعلمنا ومعرفتنا لعلم التجويد. الآن في علم الوقف والابتداء نريد أن نصون الجملة من أن تنسب فيها كلمة إلى غير جملتها. الوقف، ما الذي نعنيه بالوقف؟ نحن عندنا وقف، وعندنا قطع، وعندنا سكت. عندنا ثلاث مصطلحات أو ثلاثة مصطلحات: وقف وقطع وسكت. دعونا الآن من القطع والسكت، هذا سنأتي عليه إن شاء الله. لكن الآن لما نقول وقف، الوقف كما عرفه علماؤنا هو الوقف على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.
هو الوقف على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. يعني الآن أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين، وقفت، هذا الزمن الذي وقفته كافي لأن أخذ نفسا، وهو زمن يعني يتنفس فيه عادة، يعني هذا الزمن الذي أخذته يعني من العادة أنا أريد أن أخذ نفسا فيه بنية استئناف القراءة، وأريد أن أواصل القراءة، لأنني لو وقفت وليس في نيتي أن أواصل القراءة هذا يسمى قطع. أنا أتممت القراءة ووقفت على كلمة قرآنية وخلاص، يعني بنوض بنشوف أي شيء آخر بنديره، فهذا يسمى قطع. لكن لما أقف وأنا ما زلت في القراءة وأريد أن أواصل القراءة ونيتي أن أستأنف القراءة، فحينما أقف هذا الزمن الذي يستغرق الذي أستغرقه عادة في التنفس فهذا يسمى وقف. طبعا نحن محتاجون لأن نقف لأننا نتكلم بهواء الزفير، والزفير هذا الهواء حجمه محدود لأن الرئتين حجمهما محدود، وبالتالي فنحن بحاجة في كل مرة أن نقف وأن نملأ رئتينا بالهواء ثم نواصل القراءة، فنحن نتكلم بهواء الزفير. فحينما نقف ينبغي أن نتخير أين نقف. مثلا أحيانا نسمع حتى بعض الأئمة ممن ليس لديهم يعني عناية ودراية بعلم التجويد يقف على كلمة تجري، جنات تجري، يقف ثم يعيد جنات تجري من تحتها الأنهار. حينما الآن يسمع السامع هذا المقطع جنات تجري ويقف، الذي يتبادر إلى الذهن حينما نقف على هذه الكلمة أن الذي يجري ما هو؟ الذي يجري هو الجنات، والجنات ليست هي التي تجري، وإنما الأنهار تجري من تحت هذه الجنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم الله على كل شيء قدير، يعني كما أجرى الأنهار قادر على أن يجري هذه الجنات، لكن المعنى من الآية أن الأنهار هي التي تجري من تحت هذه الجنة. فإذا أردنا أن نقف مثلا نقف على جنات ونأخذ نفس ثم نرجع جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه المسائل كلها سنأتي عليها إن شاء الله ونبينها من خلال حديثنا عن علم الوقف والابتداء، نعرف ما هو الوقف الذي يمكن أن نقفه، وما هي الكلمة التي يمكن أن نقف عليها، ما هي الكلمات التي لا ينبغي أن نقف عليها، ونتعلم إن شاء الله هذه القواعد التي من خلالها سنعرف محل الوقف ومحل الابتداء، ما يصح منها وما لا يصح. فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرت لكم قبل الفاصل أن الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية
بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. حينما نقف هناك أسباب لهذا الوقف. أحيانا يكون القارئ مختارا يتخير أين يقف، يقف على هذه الكلمة أو على هذه الكلمة أو على هذه الكلمة. يكون القارئ حرا مختارا في اختياره للكلمة التي يريد أن يقف عليها. هذا الوقف يسمى الوقف الاختياري. الوقف الاختياري، القارئ حر مختار يتخير أين يقف. أحيانا القارئ يكون مضطرا للوقف، يعني ربما يضيق نفسه، يحتاج إلى أن يملأ رئتيه بالهواء، ربما ينسى، لا يعرف الكلمة التالية، قد يشعر بعطاس أو سعال أو نحو هذا فيضطر أيضا للوقف. هذا الوقف يسمى الوقف الاضطراري، وهو أن يكون القارئ مضطرا للوقف. هناك وقف آخر يسمى الوقف الاختباري. الوقف الاختباري كأن يكون هناك شيخ وتلميذه، فيطلب الشيخ من تلميذه، يقول له كيف تقف على هذه الكلمة القرآنية إن اضطررت للوقف عليها. فهذا أوقفه على كلمة وطلب منه أن يقف عليها لكي يعرف من تلميذه هل الطالب يعني يجيد الوقف على هذه الكلمة أو لا يجيد الوقف على هذه الكلمة، لأن هناك كلمات لها أحكام خاصة عند الوقف عليها. فهذا الوقف يسمى الوقف الاختباري. عندنا وقف اختياري، وعندنا وقف اضطراري، وعندنا وقف اختباري. الوقف الاضطراري الإنسان مضطر، ضاق نفسه، نسي، فهذا مضطر أن يقف. الوقف الاختباري والله الشيخ طلب من تلميذه أن يقف، يقف. بقي عندنا الوقف الاختياري، بأن يكون القارئ حرا مختارا ويتخير لنفسه كلمة قرآنية يقف عليها. هذا الوقف إما أن يكون وقفا جائزا وإما أن يكون وقفا غير جائز. ومن الآن حينما أقول وقف غير جائز لا أعني بهذا التحريم، لا أعني بهذا التحريم، فعدم الجواز هنا لا أعني منه التحريم، وسأتحدث إن شاء الله عن هذا لأن علماءنا نبهوا على هذا الأمر، ومنهم ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه في قوله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. هذا سنأتي عليه. فالآن الوقف الاختياري إما أن يكون جائز وإما أن يكون غير جائز. الوقف الجائز له ثلاثة أقسام: وقف تام، ووقف كاف، ووقف حسن. وسنعرف هذه الأنواع ونعرف أمثلة لهذه الأنواع ونبين كيف نقف عليها وكيف يعني نبتدئ بها ونحو هذا. والوقف الغير الجائز هو الوقف القبيح، وهو القسيم الرابع. يعني الآن لما نتكلم عن الوقف الاختياري عندنا تام، كافي، حسن، قبيح. التام والكافي والحسن هذه كلها جائزة وسنتعرف عليها إن شاء الله فيما يأتي من حلقات. الوقف القبيح هو الوقف غير الجائز. أعيد، غير الجائز لا أعني به أنه محرم، أنا لا أتكلم في الحلال والحرام البتة، أنا أتكلم عن علم التجويد وعلم الوقف والابتداء الآن. فحينما نقول غير جائز ويعني سيمر معنا هذا اللفظ كثيرا وسيتكرر لا نعني منه التحريم. هذه الأنواع الأربعة تام، كافي، حسن، قبيح سنتعرف عليها إن شاء الله واحد واحد في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى التلاوة المنهجية يعني أحاول أن ألخص لكم هذا المدخل الذي أردت أن أبينه لكم اليوم وأشرحه لكم اليوم. علم الوقف والابتداء هو علم بمحال الوقف ومحال الابتداء، ما يصح منها وما لا يصح، أو علم نعرف من خلاله هذه الأماكن. وفائدة علم الوقف والابتداء هو صون الجملة القرآنية من أن تنسب فيها كلمة إلى غير جملتها.
الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. هذا الوقف إما أن يكون اختياري، إما أن يكون اضطراري، إما أن يكون اختباري. الاضطراري القارئ مضطر، الاختباري الشيخ طلب من تلميذه أن يقف على هذه الكلمة القرآنية لأنه يريد أن يعرف هل يحسن هذا الطالب الوقف على هذه الكلمة أم لا، لأن هناك كلمات لها أحوال خاصة عند الوقف عليها. الوقف الاختياري يكون القارئ حرا مختارا، هذا عندنا وقوف جائزة وهي التام والكافي والحسن، وعندنا وقوف غير جائزة وهي الوقوف القبيحة. ننتقل الآن إلى التلاوة المنهجية، والتلاوة المنهجية في هذه الحلقة هي الصفحة 54 بعد 100 الأولى من الآية 29 إلى الآية 35 من سورة الأعراف. أتلو، وبعد ذلك كما هي العادة في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي ظهرت الآن أسفل الشاشة. معنا محمد. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ نحمد الله. تفضل بالقراءة يا محمد. نقرأ بالجمع إن شاء الله. بالجمع؟ إيه 300 من الجمع. 7 من 10. إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا بني آدم خذوا منكم ولا تسقطوا إن هؤلاء المسرفين. أخي محمد لو سمحت. محمد. نعم. أنا لم أفهم يعني بصلة ميم الجمع قلت أم تريد أن تقرأ بالجمع؟ قالون. بصلة ميم الجمع. إن شاء الله. تمام. أنا فهمت يعني بالجمع يعني تريد تجمع العشر أو السبع. قل من حرر زينة الله من هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولم يسجد به سلطانكم فتقولوا على القوم لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم الآيات فمن اتقى حسبك يا محمد. حسبك. عذرا يا محمد الصوت لم يكن واضح، ربما التغطية ضعيفة أو نحو هذا. قراءتك جيدة لكن هناك فرق يا محمد بين صلة ميم الجمع وبين ضم ميم الجمع، سأتحدث عن هذا إن شاء الله لأنه يعني يكثر فيه الخطأ والخلط بين ضم ميم الجمع وصلة ميم الجمع. لكن بعد أن استقبل هذا الاتصال من أختنا وردة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حسبك بارك الله فيك، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا يا أختي. الآن فاصل قصير، بعده إن شاء الله نواصل حلقتنا، فحياكم الله. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة، الهواء فيه مفتوح لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. تلاوتنا المنهجية في هذه الحلقة، ديما ننسى في رقم الصفحة، الصفحة 54 بعد 100 الأولى، من الآية 29 إلى الآية 35 من سورة الأعرف. معنا زياد، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا زياد بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت صلها يا زياد صلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حسبك بارك الله فيك يا زياد ما شاء الله قراءة جميلة متقنة زادك الله توفيقا انتبه لكلمة مستقر لها القاف مستعلية وبعد القاف المستعلية عندنا الراء مكسورة بالتالي هذه الراء مرققة انتبه لترقيقها أيضا حاول يعني حينما تقف على رؤوس الآي مثلا تعملون أفلا تشكرون حاول أن تضم شفتيك إلى أن تصل إلى النون لا تفتح شفتيك الحرف المضموم يخرج بأن نضم الشفتين ضما محكما تشكرون فإلى أن ينتهي هذا المد الطويل سواء مدت العارض حركتين أو أربع أو ست يعني تظل الشفتين يعني مضمومات إلى الأمام هكذا ولا تفتح شفتيك لا تقول أفلا تشكرون في الآخر هكذا تفتح ويختل صوت هذه الضمة حافظ على هذا الضم إلى أن تصل إلى النون الساكنة معنا رياض رياض إن كنت في الاستماع تفضل بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا صلها. أن يشاء الله صلها يا زياد ولا يا رياض ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا تقف على تلك الكلمة لأن يعني الجزء هذا إلا أن يشاء الله يتعلق بالمقطع الذي قبله فما نقفوش عليه ونبدو بما بعده لكن شيخنا في آية ما نقفش عليها وين رأس الآية؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا بعدين آية غدا رأس آية عند المدني؟ إيه لم أنتبه لها والله طيب إذا رأس آية قف الصواب معك أنت يعني بارك الله فيك
تمام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا رياض، قراءة جميلة ومتقنة، زادك الله توفيقا يا رياض. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إذا كان هناك رأس آية هنا فالوقف على رؤوس الآية سنة. بارك الله فيك يا رياض. معنا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل يا هشام بالقراءة. انقطع الاتصال مع هشام. نعود إلى محمد. محمد قرأ علينا بصلة ميم الجمع أو صلة ميم الجميع، وهي الميم الدالة على جماعة المذكرين حقيقة أو تنزيلا. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الميم من عليهم هذه ميم جمع أو ميم جميع. قالون رحمه الله في ميم الجمع له وجهان، له الإسكان أو السكون غير المغضوب عليهم ولا، وله صلة ميم الجمع غير المغضوب عليهم ولا. ما معنى صلة ميم الجمع؟ صلة ميم الجمع يعني أن نصل هذه الميم بواو اللفظية، أن نصل هذه الميم بواو اللفظية، يعني حينما نصل الكلمة المنتهية بميم الجمع بما بعدها نصل هذه الميم بواو اللفظية، يعني نلفظ هذه الواو بعد الميم ولا نكتب هذه الواو. غير المغضوب عليهم ولا، عليهم ولا. فهناك خلط، وهذا يكثر الخطأ فيه، خلط بين الصلة وبين ضم ميم الجمع، فتجد من يريد أن يقرأ بصلة ميم الجمع وفي حقيقته يضم ميم الجمع، يعني يقرأها كذا صراط الذين أنعمت عليهم غير، عليهم غير، الميم مضمومة فقط ولا يصلها بواو، هذا خطأ. صلة ميم الجمع يعني أن نصل هذه الميم بواو لفظية، ليس فقط نضم هذه الميم فينتبه لهذا الأمر. فلما نقول نصل بواو لفظية يعني هذه الواو مدها بمقدار حركتين، وإذا كان وقع بعدها همزة فهي كالمد المنفصل، يعني سواء بسواء، إذا كنا نقصر المنفصل نمد حركتين، وإذا كنا نتوسط المنفصل نمد بمقدار 4 حركات. معنا من؟ عاد إلينا هشام، أهلا وسهلا يا هشام. السلام عليكم فاتي شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض
فاحكم بيننا. انتبه بالحق انتبه للإخفاء الشفوي، انتبه للإخفاء الشفوي، فاحكم بيننا. فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قلقل الدال. قال لقد ظلمك، لقد ظلمك. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود انتبه لغنة النون. فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عود هذه الأخيرة يا هشام، المقطع الأخير أعيده. وظن، انتبه لغنة النون، غنة طويلة لأن النون مشددة. وظن داود أنما، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا هشام، ما شاء الله قراءة جميلة، زادك الله توفيقا وزادك فتحا. في صفحة اليوم عندنا في الآية 30، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هكذا قرأ نافع، أبو عمرو وحفص يقرأان خالصة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هكذا بتلوين النصب. في الآية التي بعدها وهي الآية 31، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به، قرأ أبو عمرو رحمه الله ما لم ينزل به سلطانا. في الآية التي بعدها ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم. جاء أجلهم، همزتان من كلمتين، همزتان مفتوحتان من كلمتين، الأولى في نهاية الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية. نافع أو قالون رحمه الله وأبو عمرو رحمه الله يسقطان الهمزة الأولى مع المد والقصر، لأن كليهما له القصر والتوسط في المنفصل، فيمكن أن نمد جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم، قصر ومد. ورش رحمه الله له وجهان، الوجه الأول هو تسهيل الهمزة الثانية، تسهيلها بين بين، وله وجه آخر وهو الإبدال، يعني أن يبدل الهمزة الثانية حرف مد، طبعا هنا من غير مد مشبع لأن الحرف الذي بعد الهمز المبدل الألف الناشئ عن الهمزة المبدلة يعني بعده حرف متحرك، والإبدال هو الوجه المقدم لورش رحمه الله، فينتبه لهذا من يقرأ برواية الإمام ورش. وحفص رحمه الله طبعا هو من المحققين، يحقق الهمزة الأولى ويحقق الهمزة الثانية. لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون، لا يستأخرون، ورش رحمه الله. والآية التي بعدها يا بني آدم إما ياتينكم، ورش رحمه الله بإبدال الهمز. في الآية الأخيرة وهي الآية 35، حتى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قرأ أبو عمرو رحمه الله حتى إذا جاءتهم رسلنا، وهو على أصله في المد المنفصل وفي المد المتصل. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهم.